أنا اسمي مصطفى عطية، أنا حصل على دكتوراه وماجستير من جامعة ليدز بالمملكة البريطانية المتحدة في مجال الإعاقة والتنمية الشاملة. جلسة النهاردة في جامعة الجلالة كانت لطيفة جداً لأن كان عنوانها بتتكلم على تعليم عالي دامج ومتاح للجميع. كنا بنتكلم على مجموعة من النماذج في الدول المختلفة وبنقول إزاي الجامعات دي بدأت ببعض التجهيزات وببعض الخطط وببعض الاستراتيجيات ان هي تكون مجهزة لاستقبال جميع طلابها، وزي ما بتقول اهداف التنمية المستدامة فعلا leaving no one behind. شكرا جزيلا للاستضافة وانا متشكر لكم.